صباح الخير لكم مرة ثانية أعزائي، وين ما كنتوا عم بتابعونا. ومثل ما قلت لكم، فقرات عديدة بانتظاركم من هلأ حتى الساعة 10 صباحا على الهواء مباشرة. ومعنا زميلنا حسن عساف. صباح الخير يا حسن. صباح الخير دامة، وصباح الخير لمشاهدينا الأعزاء متابعين برنامج يوم جديد. طبعا حسن، رح تعرفنا على حركة المرور بشوارع العاصمة عمان. نعم. والنشرة الجوية، كيف هيك أنت انطباعك لهلأ على لا الجو؟ يعني الأمور مبشرة يعني لنهاية هذا الأسبوع، يعني الأجواء رح تكون دافئة وبتسمح للناس أيضا يعني للخروج للترفيه عن حالهم يوم الجمعة بالذات، لأنه الأجواء رح تكون بإذن الله دافئة. ولكن دائما خلينا في البداية نأخذ معنا الرائد علي حياصات من إذاعة أمن إف إم. صباح الخير للرائد علي حياصات. صباح الخير لزميلة دامة، وصباح الخير لكل مشاهدينا في التلفزيون الأردني في هذا الصباح الطيب من صباحات الوطن الغالي. يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة. حابين من خلال إذاعة أمن إف إم والبرنامج المفتوح نتعرف من خلالكم على حركة السير في مختلف مناطق المملكة. نعم، مرة ثانية صباح الخير زميل عساف، وصباح الخير لكل من يشاهدنا في التلفزيون الأردني في هذا الصباح الطيب وهذه الإشراقة الصباحية الطيبة من صباحات الوطن الغالي. ننتقل مباشرة إلى زملائنا في غرفة عمليات السير، ملازم محمد الحديد. صباح الخير. صباح الخير أخي علاء، أهلا وسهلا فيك جميع إخواننا المستمعين والمشاهدين عبر التلفزيون الأردني. تحياتنا لكم. ملازم محمد، تعطينا فكرة عن حالة الطرق في هذا الصباح. صباحكم مرة أخرى. حقا الحركة نشط الآن في معظم المناطق الرئيسية والشوارع الرئيسية ضمن اقتصاد العاصمة بالكامل، وخاصة السير القادم من جهة الزرقاء باتجاه عمان، شارع الجيش، باتجاه صرح الشهيد، وباتجاه منطقة وسط البلد، وباتجاه شارع الاستقلال. أيضا نشاط ملحوظ بالحركة، حركة كثيفة ونشطة قوية جدا، لكن الحمد لله ما في أي إعاقات. أيضا الشارع القادم من السير القادم من جهة شارع الأردن باتجاه إشارة الملكة عليا نزولا باتجاه جسر الشفا والظاهر، ايضا نشوط ملحوظ بالحركه على الظاهر في رقيب سير الفصل بين المسارب والنسبيه تحرك السير واستيعابها باتجاه دوار الداخليه او اللي حاب باتجاه نفق الحداده. ايضا السير في شارع الملكه نور الان على امتداده اكثر من الدوار الرابع او من الدوار الداخليه باتجاه الرابع، نشوط ملحوظ بالحركه. المصرب المعاكس لغاية الآن وضع جيد في نسيبي بحركة السير، شارع الزهران على امتداده في نشاط ملحوظ بالحركة لكن في تباعد والعجل ماشي باستمرار بهذا الموقع. شارع الملك عبد الله الثاني السير القادم من صفوت باتجاه عمان عندنا نشاط ملحوظ بالحركة، وخاصة على إشارة الإلبهاوس السير القادم من نفق الصويلح ومن دوار الصويلح إشارة الدفاع المدني. نعم. باتجاه منطقة الدفاع المدينة الرياض المدينة الطبية وباتجاه الدوار الثامن. أيضا السير القادم من طريق المطار باتجاه الدوار السابع في نشاط ملحوظ بالحركة ضمن اختصاص هذه المنطقة تحديدا، مجموعة موزعة من أجل تنسيق وتنظيم حركة السير. إعاقات الحمد لله رب العالمين، لا يوجد يعني ضمن اختصاص العاصمة أي إعاقات تذكر، باستثناء في بعض الحفر جراء يعني الأمطار والثلوج اللي على شرط مسجد حمام السير القادم من جسر الأمير حسين، في حفرتين بسيطات تم مخالطة المعنيين من أجل متابعتهم وتصوير وضعهم. نعم. من أجل قيادة سبيل حركة السير في هذا المكان وربط. نعم. الجميع السلامة إن شاء الله بالسلامة للجميع. شكرا ملازم محمد الحديد غرفة عمليات السير. فيما يتعلق بالطرق الخارجية معنا على الهاتف ملازم سفيان العتوم. ملازم سفيان صباح الخير. صباح الخير أخي علي لك ولجميع مشاهدي ومستمعي الإذاعة لبنان. نعم ملازم سفيان، حالة الطرق في هذا الصباح. معروف للجميع اليوم الخميس حركة سير نشطة وقوية على معظم الطرق الخارجية من المحافظات باتجاه العاصمة عمان أو ما بين محافظات نفسها. بخصوص الحالة الجوية أخي علي، هناك استقرار بالحالة الجوية باستثناء انتشار الضباب على الطرق التالية: طريق المطار الخط الصحراوي، طريق سحاب التجمعات الصناعية، طريق الاستشراف، طريق الزرق الخو، محطة سهل الدبي باتجاه المفرق، وطريق جامعة البيت اختصاص دوريات الأزرق الكامل، هناك انتشار الضباب خاصة فترة الصباح. أيضا اختصاص دوريات الحساء ضباب خفيف. باقي الطرق لا يوجد أي شيء، وبحمد الله لا يوجد أي غلقات أو إعاقات. نعم. الدوريات تعمل الدلالة وإرشاد وتنبيه وتحذير إخوان السواقين مستخدمي الطرق الخارجية. أبرز الحوادث المضيئة التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية مساء الأمس في تمام الساعة 3:15 طريق عزم المفتي، الحصن بالتحديد مسلسل ما بين باتجاه العبد، تم إجراء اللازم من قبل مجموعة الدفاع المدني. جميع الدوريات الصباحية تقوم بالدلالة والإرشاد وتقديم المساعدة والتسهيلات ومتابعة العمل المروري واليومي من الضبط الأمني والمروري. نعم. أبرز المخالفات التي تم التعامل معها من قبل دورياتها بالميدان: السرعات العالية، لوحات الأرقام، الجلاتين، الهاتف النقال أثناء القيادة، والحمولات، بالإضافة لباقي المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية. نعم. يعني مساء الأمس تم في تمام الساعة 7:30 مساء تم ضبط مخالفة لمركبة خارجية تسير من 90 ل 186 وتم إجراء اللازم. سرعة 180 سلامة للجميع. يعني سرعة المركبة 186، يعني تخيل هذه الخطورة في هذه السرعة. على كل حال احنا بنشكرك ملازم سفيان العتوم غرفة عمليات الدوريات الخارجية، لكن اخوي حسن قبل ما نختم، يعني سرعة مركبة على 186، تخيل الان الشيء المتعارف عليه كل ما زادت سرعة المركبة بيخف الوزن وبالتالي
اي شيء، اي حركه خاطئه بتؤدي الى انقلاب المركبه. بالاضافه لشغله ثانيه، كل ما زادت السرعه بيزيد وزن الجسم، يعني بيكون الحادث لا سمح الله اقوى واكثر صدمه وبالتالي اكثر تاثيرا. نتمنى من الجميع القياده بحذر وانتباه وتكون الرقابه ذاتيه على نفسنا خاصه على الطرقات الخارجيه. امنياتنا دائما بالسلامه للجميع. عوده للزملاء حسن وزميله دامه وكل مشاهدينا في التلفزيون الاردني. كل الشكر لك اخي وزميلي الرائد علي حياصات من اذاعه امن اف ام، يعطيكم الف عافيه وجهودكم مشكوره. طبعا اعزائي المشاهدين خلينا في البدايه نعرفكم على اخبار الطقس لليوم الخميس. راح يطرا ارتفاع على درجات الحراره، والاجواء اثناء النهار راح تكون بارد نسبيا في معظم مناطق المملكه ودافئه في الاغوار والعقبه. اما اثناء الليل تكون الاجواء بارده في معظم مناطق المملكه وبارده نسبيا في الاغوار والعقبه. حركه الرياح شماليه شرقيه لجنوبيه شرقيه معتدله السرعه. يوم الجمعة راح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والأجواء أثناء النهار راح تكون لطيفة في معظم المناطق بينما تكون دافئة في الأغوار وخليج العقبة مع ظهور بعض الغيوم العالية. أما أثناء الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة الغبار خاصة في مناطق البادية. هيك بنكون احنا عرفناكم على الحالة الجوية. نستعرض معكم الآن لمجلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية العدد الثامن من شباط العام 2015. طبعا هذه المجلة كانت صورة الغلاف للشهيد البطل النقيب معاذ الكساسبة، شهيد الوطن وشهيد الحق. خلينا نستعرض معكم بالبداية عن هذه المجلة، تصدر عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، قسم التواصل الاجتماعي، رئيس التحرير السيد منصور خريسات، وأسرة التحرير من زملاء مخلد بركات، قاسم أبو عطية، محمد المحميد، جلال عبد الحميد، والتصميم الفني ليث حدادين، تقارير ميدانية باسمة وليدات وريما العزب، ومصور المجلة مصعب زيدان، ومتابعة الصديق والأخ محمد الغويري. نبدأ في البداية، طبعا هناك مقال للصحفي مأمون المساد بعنوان مشروع التدفئة المركزية رؤية ملكية ثاقبة، أيضا مقال منصور خريسات رئيس التحرير بعنوان صدقت الوعد يا ملكة القلوب. نستعرض أيضا معكم للدكتورة شيرين العوام مديرة العلاقات العامة والدولية بعنوان مقال اقتصاديات الحب وحدة الطريق والفريق مع النبض لتسجيل أهدافا. أيضا برنامج يحدث اليوم للصحفي أحمد الحسبان مشرف ومعد برنامج يحدث اليوم، أتخلى عن بعض الالتزامات العائلية لأجل ديمومة برنامج يحدث اليوم ونجاحه، أشعر بفخر غامر عندما نصل لحل ما أو نساعد أحد المواطنين. تحدث عن الصعوبات التي يواجهها في عمله وهو في كواليس برنامج يحدث اليوم. أيضا تحدث عن الإضافات التي أوجدها في البرنامج والاختلاف بين العمل كمشرف عام ومعد لبرنامج تلفزيوني وبين الكتابة الصحفية أو التحقيق الصحفي. ننتقل لقراءة في قصص للكاتب والأديب مخلد بركات بعنوان فرج نافذة النهار. هذا المقال كان للأديب مخلد بركات. وأيضا صعوبات التعلم لروان أبو عزام، تحدثت عن السلوك الصفي، السلوك اللفظي والسلوك الحركي وأسباب صعوبات التعلم وطرق تحسين القراءة. طبعا في إسلامنا، صفحة إسلامنا بعنوان كلما كانت الأعمال أنفع للمجتمع كانت أعظم أجرا عند الله تعالى، للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني. أيضا في صفحة صحتنا للدكتور علي رجوب بعنوان أوجاع الظهر والعلاج، تعتبر أوجاع الظهر اليوم من الأعراض الشائعة مقارنة بسنوات سبقت، من المعروف بأن الآلام هو علامة ومؤشر لخلل طارئ على الجسم، إن لم تستطع الدفاع عنه فاستحسن الاستعانة بصديق. طبعا مشاهدين راح نستكمل معكم المجلة ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الأعزاء من جديد. راح نستكمل معكم أهم مقالات هذه المجلة ومقابلة مع الأستاذ بسام الدروع مدير الإذاعة الأجنبية الإذاعة الأردنية. أجرى الحوار ريما العزب متلمس للتطوير مفعم بروح الحيوية والنشاط مؤمن بأن الرسالة الصحيحة يمكن أن تصل لكل الدنيا باللغة المفهومة الواضحة. ما تطرحه الإذاعة الأجنبية لا يخرج عن خطاب الدولة الأردنية وثوابتها. واقع العالم من حولنا يفرض علينا صياغة الأخبار بكلمة مسموعة. تحدث عن الإذاعة الأجنبية أكثر ما يشد المستمع للإذاعة الأجنبية والطموح والأهداف التي يسعى إليها من خلال هذه الإذاعة. أيضا دكتور عامر سميح بدر تحدث عن الشطرنج لعبة الاحتمالات الحسابية. الشطرنج هي المعركة الأكثر أخلاقية في العالم لأنها تبدأ بالسلام وتنتهي به كذلك. لقاء مع مخرج الأخبار ماجد أبو ربيع. الأستاذ ماجد أبو ربيع يجب أن يكون المخرج الأخبار يجب أن يكون مثقفا سياسيا ويمثل حسا سياسيا عاليا ولديه سرعة بديهة. الصعوبة تكمن في أن نشرة الأخبار المباشرة تتحمل وقوع الأخطاء، ولكن ما قد يساعد المخرج عن تلافي هذه الأخطاء ويكون معه فريق ذكي متعاون ومثقف. أيضا هنا لقاء مع المهندس موفق حدادين معد ومقدم البرامج الزراعية. تحدث عن البرامج الزراعية وأجرى الحوار باسم وليدات. ننتقل إلى المهندس سعود الخرابشي مدير دائرة هندسة التلفزيون المتابعة. تحدث عن هذا القسم وعن جولاته الخارجية. تحدث أيضا بشكل مفصل عن مشروع التوأم الأردني الأوروبي، أهم المصاعب التي تواجهها في قسم الهندسة، أين يمتد عمل دائرة الهندسة والرؤية المستقبلية في هذا القسم. أمكنة أيضا للأديب مخلد بركات. وأيضا ننتقل معكم إلى طبق الشهر مع إناس عاهد مندي بطنجرة الضغط. طبعا هذه أكلة جدا بعرفش دائما إذا بتحبيها المندي. زاك المندي أنا بحبها بس لما الفحم يعني غريب بحط الفحم فيها الرز الفحم. عشان ياخذ النكهه والطعم بصير له بيختلف طعم الرز كليا. بتعرف هو اي اكل بالرز كثير زاكي صراحه حسن بس بنصح. ننتقل لجلال عبد الحميد السمات الشخصيه الرئيسيه لمقدمي البرامج التلفزيونيه. صفحه الموظف المثالي لزميل مازن مشعل ووائل البكري مميزون لفاطمه داوود ومحمد خالد العدوان. الصديق والزميل محمد العدوان يعطيك العافية من قسم الديكور. وأيضا خارج النسيان أحمد عبد الله الذنيبات رئيس قسم الصيانة العامة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. إنه فارس اللحظات الحرجة أخبار التلفزيون. وفد من وزارة الإعلام الكويتية زور المؤسسة. اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وجامعة الزيتونة. طبعا هذه مشاهدينا الأعزاء كانت الأخبار المجلة لهذا العدد الثامن شباط لعام 2015. كل الشكر للزملاء في قسم التخطيط والأداء المؤسسي ورئيس التحرير منصور خريصات يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة. راح ننتقل معكم إلى داما لاستكمل معكم فقرات برنامج يوم جديد ولكن بعد هذا الفاصل. يعطيك العافية يا حسن. يعطيك العافية داما. إذن أعزائي فاصل ومتواصلين من بعدها لحتى نستعرض فقراتنا لحلقة اليوم. خليكم معنا.